بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في كتابه في جامعه في كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. أفلس للرجل غريم أي من استدان من أحد فصار مفلسا، فما حكم أذا كان كيف يأخذ حقه إذا وجد متاعه عنده بعينه؟ هل هو الأحق أم يكون أسوة الغرماء؟ المسألة في الحقيقة هي هكذا، بأنه إذا كان الإنسان قد أفلس أي صار لا مال له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ ماذا قالوا؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من ياتي يوم القيامة وصلى وزكى، وقد يعني معناه معنى الحديث، وقد ضرب هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا الصحابة وهم أهل اللغة يفهمون أن المفلس من هو من لا درهم له ولا دينار. فإذا إذا كان غريم أخذ دينا ولكنه صار مفلسا، من أين يعطي مالك؟ فهل هناك له إما أن يكون يعطى شهادة بأن فلانا قد أصابته فاقة فحلت له المسألة، ما هو كذا، أو يعطى الزكاة، أو إذا لم يمكن هذا وذاك فقد تكون هناك عنده عقار زائدا عن حاجة الأهل والعيال مثلا، لا يمكن يباع بيته، لكنه إذا كانت هناك أشياء جانبية ربما كمالية فيجمع الإمام هذه كلها ويبيع ويعطي كلا على قدر ما يأتي، بمعنى هذا إذا كان له كله 2000 لكن واحد له 1000، واحد له 100، واحد له 50، فيعطي كل واحد على قدر حصته، هذا كثير وهذا أقل وهذا أقل إلى آخره، هذا ما هو مطلوب في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان هناك بيت المال يعطيه فبها ونعمت، إذا لم يعطي فيحجر عليه أيضا، يحجر بمعنى يمنى من التصرف في أمواله، ويباع مزادا علنيا بمن يزيد، وبعد ذلك يعطى الغرماء إذا لم يعفو عنه يعطى حصتهم. فيهم شخص باعه مالا أو متاعا على نسيئة ولم يأخذ قيمته، لكن وجد متاعه بعينه لم ينقص ولم يتصرف فيه، فما حكمه؟ هذا الذي نص أو جاء النص عليه من الحديث لهذا المعنى. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد الفهمي عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، نعم يحيى بن سعيد الأنصاري هذا لأنه يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز الخليفة، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أيما امرأ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أحق بها من غيره، لا فهو أولى بها، وفي رواية أخرى أحق بأنام، فهو في هنا أجاء فهو أولى بها من غيره، يعني لا يدخل في جميع باقي الأموال حتى يباع ثم يأخذ على قدر ما يأتي من نسبة ماله.
بل يأخذ هو له حقه أن يأخذ متاعه بعينه، باع كتابا، باع أي شيء وهو سالما موجودا بعينه لم يتصرف فيه، ففي هذه الحالة يكون يأخذ، والباقين ولو ما حصل لهم وراءه شيء فليس هو مسؤول عنها، ولا يقال إن هذا يدخل في البيع عامة المزاد حتى يأخذ الناس من هذا المتاع أو جزء من هذا المتاع حقوقهم، فهو أولى بها من غيره. الحديث صحيح من أصح الصحة، أخرجه البخاري وغيره. قال: وفي الباب عن سمرة، سمرة بن جندب وابن عمر عبد الله، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو هذا، وقال بعض أهل العلم هو أسبة الغرماء، وهو قول أهل الكوفة. هو في الحقيقة هذه المسائل تأتي لا شك فيه يختلفون، فليس كل قول يكون حقا، يعني لا يكون الحق إلا في واحد. أما إذا كانت مسألة اجتهادية بحيث لفظ الحديث أو النص استنبط منه شيئا، فأحد استنبط خلاف الثاني، فكل يكون لا يلام أو لا يلام أحد، لكن إذا وجد النص فيعذر عن الذي قد جاء عنه خلاف النص. فهنا الحديث واضح جدا بأنه من وجد متاعه فهو أولى وأحق بمتاعه، ولا يكون أسوة الغرماء بحيث أنه يباع من جملة ما يباع، ويكون الغرماء وكلهم يأخذون من حتى من جزء من سلعته التي وجدها سالما عنده. لكن قال بعض أهل العلم وهو أسوة الغرماء، وهو قول الكوفة، قال هو أسوة الغرماء يعني على طريقة الغرماء يأخذ، وهو قول أهل الكوفة، يعني إن كان متاعه يساوي 1000، فإذا كان بيع مال أمتع كلها وجاء في حظه من يعني على نسبة ماله 100 ريال 200 ريال، فهو الذي يأخذ، هذا قول أهل الكوفة. وإذا أطلق أهل الكوفة فيراد به الإمام الثوري والإمام أبو حنيفة وأصحابه خاصة. ثم بعد ذلك هو كنا نناقش مع بعض الإخوة، قال أهل الحديث وأهل الكوفة هكذا، أهل الحديث وأهل الرأي، قلت لا، أهل الرأي كلمة أجمع، هذا قريبا لأني كتبت بعض الكلمات، فقال لي لو جعلت هذا أهل الرأي بدل أهل الكوفة وكذا يكون أفضل، قلت لا، الذي نعرفه في الزمن الأول في القرن الثالث، ما هو كذا 200 وكم توفي الترمذي 275 و79، فيكون أهل الكوفة يعنى بهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله خاصة في المسائل الفقهية. لكن تقدم الزمان فجاءت فيه مسائل من أتباع الأئمة عامة، مسائل أقدية أيضا، مسائل أقدية في إنكار صفات الله، إنكار استواء الله تعالى وكذا، فسموا أهل الرأي. ولذلك في كتب العقيدة تجدون أهل الرأي المذموم وأهل الرأي كذا يعنى به مع العقيدة، وذلك وجاء معه أيضا أصحاب الفقه الذين لهم قياس أمام النص، يعني فأطلق فيما بعد كأنه بعد القرن الثالث أهل الرأي من يكون كلامه مخالفا أو قياس، ربما يقول هذا الحديث لا يؤخذ به لأنه خلاف القياس أيضا، وصل الأمر إلى هذا الحد، فهؤلاء عرفوا أهل الرأي وإن كان من الفقه الأكبر ومن الفقه المعاملات، فقه الأكبر هو العقيدة أو فقه الأحكام. فالحاصل هو قول الكوفة. ماذا نقول هنا؟ قال بعض أهل العلم هو وسط الغرماء، وهو مذهب الحنفية. قال في التعليق الممجد، التعليق الممجد هذا كتاب شرح لموطأ الإمام محمد، الإمام مالك رحمه الله له موطئات وروايات كثيرة عن تلاميذه، فمن محمد بن الحسن الشيباني جاء إلى مالك رحمه الله وتتلمذ عليه، وناظر مالك أيضا والشافعي أيضا في مسائل كثيرة. قال الشافعي: ما رأيت سمينا، انظروا السمنة هذه خففوا عنها، يقول الشافعي رحمه الله: ما رأيت سمينا أفلح قط إلا محمد بن حسن الشيباني، كان ضخما، كذلك ما ناظرت أحدا
إلا وجدته إلا محمد بن الحسن فعلمه واسع بهذا المعنى. على كل حال فكان هو رحمه الله قال له موطأ فشرح عليه بعض علماء الهند اسمه الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله قال وهو محقق أو قل أنه لم يكن يقلد في جميع المسائل ولم يكن, وهذه لو قلنا هناك يعني حقيقة أن الإخوان الذين هم يتعلقون بمذهب الحنفي خاصة, وأنا قلت لكم من أول إن كان التعصب للمذهب في العالم فهو في الهند أكثر, وإذا كان في الهند فهو في الهند الشمالية أكثر, وفي الهند الشمالية في مدن خاصة أكثر وأكثر هكذا, وإذا كان هناك بعض العلماء فهناك نعرفهم بعيانهم أنهم لو جاء حتى لو نزل إبراهيم جبريل عليه السلام ربما لا يقبلون, نعم لأجل المذهب. وهذا قولي أنا على كل حال وتأثري بهم. فهناك ما يشرحون الحديث إلا ليجدوا مخرج للمذهب في مسائل كثيرة, إذا لم يجدوا شيء ويقول هذا خلاف القياس وأشياء نقول هذا شيء مذموم. ونحن بصفتنا نتدارس الفقه السنة, ولذلك لا بد أن نذكر هذا الشيء ولا يقال أن هذا هجوم على المذاهب أو كذا. أهل المذاهب عامة خاصة في هذا الزمان يعني غير الحنابلة في الحقيقة, لأن الحنابلة الحمد لله يعني في كل زمان كانوا أصحاب جبل قاسيون حديث وأشياء دراسة, ولذلك فقههم كان من بالحديث, لكن مع ذلك فيه بعض المسائل قد تشبث به البعض وأنكر عليه منهم. أما بالتجربة المالكية كذلك الشافعية والحنفية فهم في الحقيقة يتركون الحديث الصحيح في مسائل كثيرة. وإذا أردت أن تنظر فانظر الجزء الثاني أو الثالث من كتاب إعلام الموقعين, هذا الكتاب لا يفوتكم في الحقيقة, كتاب إعلام الموقعين هذا الكتاب من أجمل كتاب يصنع فكر الإنسان على الاتباع في الحقيقة. نعم إذا كان شخص متعصب للمذهب وتأمل أو قرأ هذا الكتاب متأملا إن شاء الله لا يكون إلا متبعا في العقيدة وفي الفقه. هذا في الجزء الثاني أو الثالث ذكر مخالفة أهل المذاهب للأحاديث الصحيحة, سرد لأشياء كثيرة جدا. فأنا على كل حال قلت لهذا المعنى لأنه يقول مذهب الحنفية في ذلك أن صاحب المتاع ليس بأحق لا في الموت ولا في الحياة, لأن المتاع بعدما قبضه المشتري صار من انظروا هذا هو لأن هذه لأن عندهم كثير القياسات يعني, فقال لأن المتاع بعدما قبضه المشتري صار ملكا خالصا له, والبايع صار أجنبيا منه كسائر أمواله, فالغرماء شركاء البايع فيه في كلتا الصورتين وإن لم يقبض فالبايع أحق لاختصاصه به, لأنه لما قبض صار في ملكه ملك المشتري لا وانفصل حق البايع مطلقا. وهذا معنى واضح لولا, يقول الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله كان يرجح كثير, ولذلك ما كان يرضاه مشايخنا, كانوا يقولون هذا نصف وهابي. نعم المشايخ الحنفية ما كانوا يرضونه, وهذا مكتوب في الكتب قال هذا نصف وهابي يعني ما كانوا يرضونه. فكان يقول وهذا معنى واضح, انظروا كلام جميل جدا, قال لولا ورود النص بالفرق. وسلفهم في ذلك علي رضي الله عنه, فإن قتادة روى عن خلاس بن عمرو عن علي أنه قال هو أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها. لكن تعرفون أحاديث خلاس بن عمرو الهجري هذا ضعيف, وخاصة علي لم يلقى عليا مع ضعفه في حفظه في الحديث كما جاء كلام العلماء. وأحاديث خلاس عن علي ضعيفة, وروي مصر عن إبراهيم النخي يعني قول النخي أيضا قال إنه أسوة الغرماء. ومن المعلوم أن كل أحد يؤخذ من قوله ورده إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا عبرة بالرأي. كلام جميل جدا. بعد ورود نصه كذا حققه ابن عبد البر والزرقاني أيضا انتهى. وأعلم أن الحنفية قد اعتذروا عن العمل بأحاديث الباب باعتذارات كلها واهية, فمنها أنها مخالفة للأصول, هو الوصول أنه بعدما اشترى صار ملكا
للمشتري، وفساد هذا الاعتراض ظاهر، فإن السنة الصحية هي من جملة الوصول، فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها، ومنها أنها محمولة على ما إذا كان المتاع وديعة وعارية أو لقطة، وفساد هذا الاعتراض أيضا ظاهر إلى آخر ما رد على هذا. في الحقيقة من الغريب أنه سبحان الله أشياء كثيرة واعتذارات واعتذارات، فنحن نقول دائما للمؤمن إذا كان يحترم الله ورسوله ما ينبغي أن يدفع أحاديث رسول الله بحيل وبالتي هي أسوأ وأحسن، لا بد أن يقبل إذا كان حديث صحيح وليس فيه أي يعني مدخل في التضعيف أو كذا، ولا يحتمل إلا مانا واحد. الحديث واضح جدا، الحديث واضح جدا ليس فيه أي غموض. أي ممرين، إذا كان واحد متخصص باللغة فقط ما هو متخصص في الحديث ولا في الفقه، أيما يعرف معناه بالعموم، أي وما، أي ممرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده، سلعة نفسه الذي باع عنده بعينها، فهو مبتدأ أولى بها من غيره خبر، واضح جدا جدا، ما يحتاج إلى لبس أو معروف أنه يكون فيه تأويل غير الواضح، نص واضح كما صريح. الحديث بنفسه كل حديث أصل برأسه، أصل الأصول. الشيخ يستدرك زيادة عليه يقول لا، أصل الأصول هو الحديث، يقول لا يقول أصول بس، هو أصل الأصول. جزاك الله خير. على كل حال نحن نقول إن شاء الله اعتذارهم ربما يعني في الحقيقة الإنسان إذا جربت ودخلت بهذه المسائل تجد الإنسان كأنه يعني تعب لما يلقى إليه وما يتربى عليه، أليس كذلك؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه ومجسانه. في الأردو يوم الجمعة كنت أذكر بعض المسائل، فقلت جاء في صحيح البخاري كذا وكذا، كان واحد عالم جالس هنا مسكين كأنه يحترق من التعصب، فذكرت عند الحنفية سألوني، عند الحنفية لا يجوز قراءة الفاتحة في الجنازة، تعرفون ولا ما تعرفون؟ لا، لا يجوز، إنما الفاتحة دعاء فقط. قلت هذا القول لا كلها المخالف، فقد جاء في الأحاديث أبو داود وغيرها، كذلك في مستدرك الحاكم برواية صحيحة، شوفوا كيف بمستدرك الحاكم قال أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة الإخلاص، فقال أحدهم أنت قرأت سورة الإخلاص لم أسمع به بها من أحد، قال لتعلموا أنها سنة. فمسكين هذا ما وجد خط جميل عالم، قال أنتم لا تتنازلون عن الاستدلال بصحيح البخاري، فما بالك تستدل بمستدرك الحاكم؟ قلت يا أخي هذا قدرك أو هذا تقديرك أو قدر الحديث عندك، هذا هو كل حديث صح سواء كان في مصدر الحاكم أو الترمذي أو كذا وكذا. فقال فما بالك تستدل بمصدر كذا، شوف كيف. فالمسائل هذه الإنسان يتربى على شيء يستهين كل شيء فوقه، أليس إن الله هو الخالق والمالك وكذا، لكن يتربون على عبادة القبور وطلب منهم والاستغاثة وإغاثة إلى آخر، الله المستعان. فلذلك في الحقيقة التربية لها هي الآن، أنا لما كتبت كتاب الاتباع وفقه رسول السلف لسبب من الأسباب، لأن التعصب المذهبي هو بالعربية، كتبت ثم ترجمت بنفسي بلغة أردو وتبية عدة تبعات، في الهند حوالي 10 تبعات، فذكرت فيه أنه يجب على العلماء الذين يقفون أمام الله تعالى ومسؤوليتهم أكبر أن ينظروا في ويغيروا، ينظروا في مناهجهم ويغيروا المنهج الذي يمشون عليه، أنها كل السنوات يدرس الفقه وأصول الفقه الحنفي، ثم بعد ذلك في السنة الأخيرة الكتب الستة كلها، أو إذا كان أحد يعني أنصف
أحد مع الحديث، ففي سنتين الكتب الستة كلها يدورون دورة، يعني دورة معناه يجرون جري، بس إذا قرأ وإذا قرأ أحد بالتأني الأستاذ يقول هذا ما يصلح واحد ثاني، وإذا استوقف أحدنا الأستاذ هذا الحديث يخالف مذهبنا يقول هذا حديث الشافعية ويقتنع التعليم، يعني ربي على هذا يقتنع هذا حديث الشافعية، الإرث مقسوم إرث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الشافعية وهذا حديث الحنابلة، وهذا غريب جدا يا شيخ، هذا واقع الأمر. أنا لا أحكي في بيت الله إلا ما سمعنا من أناس ثقات وهم يدرسون وكتب في الكتب، هذا موجود، الناس كتبوا. فالحاصل على كل هذا ينبغي أن يكون يخاف الله العلماء كلهم مسؤولون، عوام أيضا أعطاهم الله أقلا، يجب عليهم. إذا سمعنا عن الشافعي رحمه الله يقول لو لم ينزل الله تبارك وتعالى إلى سورة العصر كان كفاهم، فالآن قرآن كله، ويقولون لقراءة القرآن والاستهداب قراءة القرآن وأخذ الحكم منه هذا ضلال في هذا الزمان، وهذا وارد، الله المستعان. والشيخ الشنقيطي رحمه الله أحمد الساوي هذا الكلام نفسه قال إن الأخذ بأدلة القرآن والسنة في تحت آية إيش؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الاستثناء في مسألة الاستثناء إذا كان منفصلا إذا كان بعد مدة أو كذا. فقال أحمد الساوي أظن في هذا أو إن هذا القرآن يهدي، الشيخ يقول مسألة ومسألة ومسألة وهكذا يذكر، وذكر قال أحمد الساوي إن لا يجوز في هذا الزمان إلا أن يأخذ أي أحد يأخذ أحد المذاهب الأربعة، والأخذ بالقرآن والسنة من وصول الكفر، هكذا ذكر الشيخ الشنقيطي ما شاء الله لم يصبر عليه فطول الكلام عليه، اقرأوا أضواء البيان رحمة الله عليه، نعم جيدا. فينبغي أن يغير المنهج في العقد، منهج التعليم، منهج التعليم ينبغي أن يغير، نعم. في أي سورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، سورة الكهف. طيب قال بعده قال باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له، قال حدثنا علي بن خشرم الثقة أنه قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة عن مجالد، وهو مجالد بن سعيد أبو الوداك، هذا فيه ضعف لكن أخرج له مسلم، أنا بالوداك أنا بسيد الخدري قال كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت أبو سعيد الخدري يقول لما نزلت المائدة يعني فهل أنتم منتهون، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، قال أهريقوه. هذا الحديث وإن كان فيه مجالد بن سعيد لكن جاء هذا الحديث من طرق، قال حديث أبو عيسى حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا، وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. أبو الوداك اسمه جبر ابن نوف، نعم. إذا كان هذه مسألة ثانية، أن إذا كان كافر عنده خمر أسلم يجب عليه أن يكسر الدن ويهريق الخمر، لكن هل يجوز له أن يترك في بيته حتى يتخلل أو يعالج ويدخل فيه أشياء حتى يصير خلا؟ لا يجوز بحال من الأحوال. جاء الحديث الصحيح أنه سألوا قالوا يا رسول الله نخلله، وقال لا أهريقوه، وأحاديث كثيرة. وأيضا سأل أبو طلحة أو من هو قال إن لنا أيتام ولهم خمر فهل نخلله أو نبيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوه. أحاديث واضحة جدا في هذا الباب، لكن قال بعضهم يجوز أن يتخذ الخل. ينبغي على كل حال ما دام الحديث واضح لا ينبغي أن يتعدى. هنا في هذا الباب أيضا تجدون كما قال وإنما كره ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر، لا يجوز أن يكون في بيت المسلم أي شيء حرام،
خمر أو أي شيء، لأنه إذا كان تعود وترك في بيته وإن أسلم وتاب ربما يأتيه شيطانه فيغويه ويشرب ويشرب حتى ينتهي به ويحصل. ولذلك الإسلام ينهى أن كل شيء يكون سببا لأي معصية، وإن لم يكن أصله معصية لكنه سببا لمعصية. فلا يجوز تخليل الخمر مطلقا كما جاء في أحاديث كثيرة، لكن قالوا إذا وجد خل عرف أن عند الكافر كان خلا كان خمرا ثم تخلل، أو هو ربما يكون قد عالج فيه حتى صار خلا ولا يسكر، فجاز اقتناؤه شراؤه وجاز بيعه أيضا ما دام قد تغير واستحال إلى شيء آخر. وهذه مسألة في الفقه، استحالة النجس إلى الطهارة ما حكمه؟ فهذا واضح جدا أنه إذا استحال ولم تبقى أثر النجاسة مطلقا فجاز. حتى أنهم كنا نقرأ في الكتب القديمة أنه إذا كان الحمار وقع في ملح في معدن ملح وصار ملحا، فيقولون قد يبقى صورته واضحة ملحا أذنه وفمه كذا، جاز له جاز لك أن تأكله لأن عظمه ولحمه وجلده كله صار ملحا. هكذا قالوا إذا استحال. ومن هذا الباب لعلكم ترون الآن يعني الظاهر يجيزون أن يؤخذ مياه المجاري، مياه المجاري وحتى يجعلونه للشرب أيضا. سمعنا هذا، سمعته من الشيخ الهلالي رحمة الله قبل 40 سنة، قال عندنا في المغرب لأنهم قريبين من بلاد الكفر فأخذوا منهم هذا، وهم من قديم الزمان في المغرب يصفون المغاربة، الإخوان المغاربة يعرفون يصفون هذه المياه، المياه المجاري، ويأتون الناس يطبخون فيه ويشربون ويتوضؤون لأنه استحال استحالة. نعم، ما أسمى يا أخي؟ إيش إذا كان لكن حتى للشرب قال الشيخ أنهم يستعملونه، هذا هكذا ذكر لي من قديم الزمان، لكن الآن يمكن تغير الزمان، لكنه في الزمان الأول كانوا الناس يشربون منه أيضا. على كل حال حتى هنا الآن يجعلون شيء منها ولا ما يجعلون؟ لكن لها للري، للري ولا للشرب؟ نعم. على كل حال مسألة الاستحالة هذه معروفة، فإذا استحالت الخمر إلى خل جاز أن يقتنى، هذا ليس فيه شيء. أما يكون يجعل خلا فهذا لا يصح، وقد جاء في الأحاديث الكثيرة. نعم. ثم بعد ذلك انظروا هنا، قال أي من غير معالجة، قال القارئ في المرقاة تحت حديث أنس فيه حرمة التخليل، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث يطهر بالتخليل. لكن هل يجوز للمسلم أن يخلل؟ يعني يقولون إذا خلل أثم لكنه صار خلا جاز استعماله، آثم بغير معالجة الخل لمعالجة الخمر لجعلها خلا لكنه جاز أن يستعمله، هكذا قالوا. وعن مالك 3 روايات أصحها عنه أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت. والشافعي على أنه إذا ألقي فيه شيء للتخلل لم يطهر أبدا، وهذا أشد الأقوال، وهو الذي من المسلم لا يجوز، أما إذا كان من الكافر. وأما بالنقل إلى الشمس مثلا فللشافعية فيه وجهان، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز للمسلم أن يقوم بمعالجة الخمر مطلقا، لكنه إذا وجد مخللا عند أحد وعرف أن أصله من الخمر فجاز اقتناؤه اشتراؤه وشربه. نعم. قال باب، قال حدثنا أبو قريب أنه قال أبو قريب محمد بن علاء أبو قريب الحمداني في شيء أنه قال حدثنا تلق بن غنام عن شريك وقيس، وهو قيس بن الربيع أيضا الشريك هو ضعيف. نعم. وقيس بن الربيع ثقة، عن أبي حصين هو عبد الرحمن بن حسين أبو حسين الكوفي، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. نعم.
وهذا من مكارم أخلاق الإسلام، لا تخن من خانك، إذا خانك أحد فلا تخن. نعم. وبعضهم استدل بهذا على أن حتى سبحان الله مسائل لما مسألة الظفر، هند لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنية، فهل آخذ من ماله من غير أن يعلم شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك. فهنا مسألة الظفر إذا كان حق واضح جاز له أن يأخذ. بعضهم استدل بهذا بهذا العموم، هذه مسألة خاصة، العموم والخصوص مسألة خاصة لا يحمل على العموم. بهذا الحديث قالوا لا، ما دام هو شحيح بخيل لا يعطي حقه ويخون فلا تخن أنت، أو لا تخوني أنت ولا تخن أنت، هذه مسألة أخرى في الحقيقة. إذا خانك أحد فلا تخونه، لأن المسلم لا يكون خائنا. أما هذه فمسألة الظفر، الحق إذا كان واضحا جاز لصاحب الحق إذا ظفر به أن يأخذ حقه ويكون غير آثم في هذه المسألة. بعضهم قال إن مثل ما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يقول هنا ولا تخن من خانك أي لا تعامله بمعاملته ولا تقابل خيانته بخيانتك، وفيه دليل على أنه لا يجازى بالإساءة من أساء، وحمله الجمهور على أنه مستحب لدلالة قوله نعم جزاء سيئة سيئة مثلها، إذا كان ولا يعتدي جاز، لكنه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز له أن يأخذ حقه لكن لا يعتدي. لكن إذا كان لا درجة أعلى من هذا أنه إذا كان هو ظلمه فلا يظلمه ما التمكن منه، فهذا لا شك عند الله. أنا ذكرت عند بعض الإخوان أرسلوا لنا عندنا في بعض الناس في الجوال أن واحد من الإخوان قديم وهو شيخ كبير يتحدث، قال كنت في بريطانيا أو أمريكا، قال قديم كنا ندرس فسيارتنا تعطلت في الطريق، تعطلت سيارتنا في الطريق، فمر قصيص معه أربعة وخمسة، سيارة كبيرة معه أربعة وخمسة من تلاميذه أو من الرهابين هؤلاء كلهم، فوقفته ووقف وقال وقلنا له تعطل السيارة والمسافة بين المدينتين بعيدة، قال تعطلت السيارة تعالوا ساعدونا وكذا. فقال القسيس لما رأى لحية قال خلي محمد يصلح لك، محمد صلى الله عليه وسلم يصلح لك، ومضى. قال قدر الله أننا صلحنا بنفسنا السيارة ومشينا، بعد أميال وجدنا أن سيارته تعطلت. نعم. وبالمرة يعني ما يقدرون عليه شيء، فماذا قلنا؟ يا إخوان تعالوا اركبوا معنا بالضيق نوديكم أو نجر سيارتكم. فهذا مسكين يتعرق من الخجل القسيس، وتلاميذه أيضا انبهروا، قالوا الحمد لله هذا ديننا، ديننا يأمر إغاثة الملهوف وكذا، وأنت في هذه الحالة لابد. فقال إذا كان تقدرون أن تصلحوا أصلحوا، فقال بدأنا نصلح وفيهم من يعرف المكاين، فأصلحوا فمشى. قال أرجوكم ألا تتركونا في الطريق نمشي معكم. لما راحوا بدأ القسيس نفسه كأنه يعني ساكت، لكن الآخرون شكروا له وراحوا. بعد يعني مدة قال سمعت أنهم كلهم أسلموا. شوف سبحان الله، فلا تخن من خانك. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في أن الآرية معدات، العارية التي يأخذ. قال أبو عيسى رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل الآخر شيء فذهب به، فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم، إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس مكان دراهمه
إلا أن يقع عنده له دراهم، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. على كل حال، إذا كان خان أحد وظفر أحد بماله فلا شك أنه جاز له أن يأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند، لكنه إذا ترك ولم يأخذ فهذا أيضا من أعلى درجات الخلق. نعم. باب ما جاء في أن العارية مودات. قال أن حدثنا هناد وعلي بن حجر وهو الكندي قال علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني. إسماعيل بن عياش الدمشقي وروايته عن غير الشاميين فيه ضعف، لكنه من الشاميين أو روايته عن الشاميين قوية. وشرحبيل بن مسلم الخولاني الدمشقي وهو شامي فروايته صحيحة إن شاء الله. أنا أبي أمامة وهو الباهلي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة هكذا: في خطبة عام حجة الوداع العارية مودات والزعيم غارم والدين مقضي. يعني هذه قواعد عامة، إذا أخذ أحد عارية متاعا لأحد فلا بد أن يوديها، وإذا والزعيم غارم الكفيل يغرم. نعم، وهذا يرد لأن المكفول ربما هرب، فإذا لم يقبضوا أو لم يضيقوا على الزعيم من أين يأتي به؟ لا يأتي به. فإذا الزعيم الكفيل الذي كفل لأحد غارم، والدين مقضي، يجب أن تقضى الديون ولا يأخذ مال أحد. هذه واضحة جدا بمبتدأ والخبر، واضح جدا. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد المسنى قال أبي سمع أخذنا قرأنا قال أبو عيسى في الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس بن مالك يعني قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه، والحديث على كل حال جاء وهو صحيح. قال حدثنا محمد المثنى وهو محمد المثنى ابن عبيد العنزي، وكان يعني يلقب بالزمن، ما كان يقدر أن يمشي، وجاء في ترجمته أذكر أنه كان له خادما يخدمه، فوقع حريق فكان ينزل بالقفة، كان ينزل به بالقفة، فلما وقع الحريق الخادم حرب ومات حرقا رحمة الله عليه، له شهادة إن شاء الله. محدث قال حدثنا ابن أبي أدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي أدي معروف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تودي. هو بمعنى العارية يجب عليها أن تودي. الشخص إذا استدان من أحد أخذ على اليد ما أخذت حتى تودي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال هو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية، يعني إذا كان العارية أخذ عارية فالحديث على اليد ما أخذت. أولا الحديث الحسن عن سمرة هذا من الأحاديث التي لم يسمعها الحسن، قالوا عن سمرة فيكون انقطاع والمنقطع ضعيف، ولا بد أن يكون الحديث الصحيح متصل، يكون سمع كل من روى من فوقه، فالحديث ضعيف. لكن المسألة واضحة أن اليد يجب أن تودي ما أخذت، وإذا أدت هل قد يكون مثلا إذا كان سرقت، هذه مسألة لا يؤخذ منها، يعني إذا سرق ثم وعثر عليه ثم رجع السرقة إلى صاحبها أو صاحب المال، فهل يترك ولا تقطع يده؟ لا، هذه مسألة أخرى. إذا وجد المتاع يؤخذ منه ويقطع تقطع يده، والدليل عليه حديث الصحابي الجليل من هو ثابت الذي كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نام وتحت رأسه رداءه، فجاء صفوان بن معطل، صفوان بن أمية نام، فجاء رجل يأخذه فأمسك عليه
وقال أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لما تحقق النبي صلى الله عليه وسلم منهم قال اقطعوه، فقال يا رسول الله ما بلغ ردائي أن تقطع فيه يد رجل مسلم وهبته له أعطيته يا رسول الله، قال هل لا كان قبل أن تأتيني به فما بلغني فقد وجب. يعني مثل هذه المعاملات ينبغي أن تستر قبل أن يبلغ الحاكم والقاضي، لكن إذا حيبة الحاكم يجب أن تبقى على حالها، فإذا وصل إلى الحاكم فلا بد أن ينفذ. فهنا أيضا لا بد أن يؤخذ منه، أخذ الرداء منه أيضا وقطعت يده. أما العارية فيجب عليه أن يعطي، لكن تأتي مسألة إذا كان لم يفرط وضاع عنه فهل يغرم أو لا يغرم؟ هنا كلام العلماء، إذا فرط وترك في مكان لا يحفظ مثله في مثل هذا المكان وأخذ أحد، ففي هذه الحالة يغرم، لكنه إذا لم يفرط بحفظه فحفظ العارية، حفظ الأمانة نفسها، أمانة تأخذ على اليد أن تودي ما أخذت. فإذا كان لم يسرف فيه ولم يفرط في حفظه حفظه مثل ما يحفظ مثله من أمواله لنفسه وضاع، ففي هذه الحالة يكون أمينا كما قال ولا ضمان عليه في هذه الحالة. لكن إذا كان قد فرط، إلا إذا كان هناك قد شرط اشترط قال حتى لو ضاع لابد أن تأتيني بدله، لأن الدروع التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ممن في حنين قال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل آرية مضمونة. فيجب عليه أن يضمن إذا كان شرط الضمن الضمان، ولو يعني ضاع من غير تفريط منه فالظاهر لا ليس إكرمة، صفوان نفسه أظن صفوان اسمه، لا من أهل حنين. على كل حال نعم، فالاستعارة إذا كان لم يفرط فيه فليس عليه ضمان، هذه مسألة. الحديث وإن كان ضعيفا لكن بعض معناه صحيح، على اليد ما أخذت حتى تودي، هذا من قواعد عامة معروفة لابد أن تودي، لكنها إذا كانت لم تفرط فقد يكون معذورا عند في الشرع. نعم. قال بعده قال أبو إسحاق هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا يضمن صاحب العارية، يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف. ما معنى إلا أن يخالف؟ يعني يخالف في حفظه في مثل ما يحفظ أو يحفظ ماله. فإذا كان تركه في مكان لا يحفظ مثله فكأنه هو تعمد في إضاعته، هو قول الثوري وأهل الكوفة وبه قول إسحاق، وهذا هو المقام المطابق لعامة قواعد الشريعة. نعم. أما إذا كان لم يفرط في حفظه ودافع عنه وكل شيء لكنه غلب على أمره ففي هذه الحالة لا يضمن إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في الاحتكار. الاحتكار هو إمساك، قالوا ما ندري من أين يعني خصصوا هذا بالطعام فقط، احتكار إمساك، التعريف هكذا، إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء، انتظار الغلاء، الناس محتاجون ولكنه ينتظر أن يغلى أكثر. لكن إذا لم يكونوا محتاجين ويكون المال متوفر كثير ففي هذه الحالة جاز أن يحتكر، أي يجمع لأيام مستقبلة. مثلا الآن في الزمان الأول البطاطس وغيرها ما كانوا، حتى الحبحب سبحان الله يعني يخزنون في أمكنة باردة لأيام أخرى، ما هو كذا؟ فيجوز إذا كان الناس ليسوا محتاجين إليه، المال متوفر كثير، وفي الوقت نفسه لا شك أنه يرخص، التمر نفسه في موسمه جاز لك أن تخزن لنفسك، أو البائع إذا كان يشتري مجموعة والناس السلع لهم متوفرة ففي هذه الحالة لا يحرم، لكنه إذا كان الناس محتاجين
وبعد ذلك ما ذلك، مثلا جاء القحط السنة مجذبة، وبعد ما ذلك هو يحبس السلع حتى تقل عن السوق، ومن قدر الله إذا قلت عن السوق تغلى، وإذا كثرت فترخص، فهذا لا شك فيه أنه لا يجوز، وقد يكون هذا يعني استئثار لنفسه وإضاعة الآخرين والإضرار بالآخرين. فالاحتكار إذا كانت حاجة الناس لا يجوز، أي الجمع وإمساك الطعام، هل يدخل في الطعام أشياء أخرى؟ إذن من الممكن الآن الثياب نفسه إذا كان حصل في بلد ما لا يوجد إلا مصنع واحد واحترق أو شيء والثياب قلت، فإذا احتكر إنسان يكون كذلك، حتى لو كان قطع غيار السيارات في الحقيقة، فالذي يظهر والله أعلم كل ما يحتاج الناس سواء كان من الطعام أو من الحاجات والضرورات الضرورية، فلا يجوز للإنسان أن يحتكر ويبقى الناس بدون إيفاء حاجتهم. قال حدثنا إسحاق بن منصور، وهو الغالب أنه كوسج، قال أخبرنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي عن سعيد المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة الصحابي الجليل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ، ما قال مخطئ، الفرق بين أخطأ وخطأ، وأولئك هم الخاطئون، الخاطئ الذي يتعمد الخطأ، أما المخطئ فهو ما جاء في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني بدون قصد أخطأنا، لكن خاطئ يعرف أن هذا إثم خطأ ما ذلك يرتكبه، فلا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد، هو سعيد المسيب، من الذي يقول؟ محمد بن إبراهيم التيمي يقول لسعيد بن المسيب والتابعي يروي عن التابعي، فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، إنك تحتكر، قال وكان معمر قد كان يحتكر، وإنما قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا، يعني كأنه يقول أن هذه الأشياء كانت متوفرة وليست هي مثل البر مثل القمح مثل التمر مثل كذا، إنما أشياء التي لا ضرورة لها وربما لا يحتاج الناس إليه فكان يحتكر. الخبط إيش هو؟ بدل الحنطة خبط، خبط الخبط الذي يضرب العصا في الشجر ويجمع الأوراق، أوراق الأغنام وغيرها، ربما يكون والله أعلم الناس إذا لم يكونوا محتاجين الآن ومتوفر، فإذا جاء خريف ربما يذهب فيجمع لأغنامه، هذا ليس به حرج. فهنا المقصود منه الحنطة هو ثار طعام. في الشرح قال نعم، قال الخبط بفتح الخاء المعجمة والموحدة الورق الساقطة يلف الدواب ونحو هذا من غير الأقوات. قال ابن عبد البر إنما كان يحتكران الزيت وحمل الحديث، يبدو أنه هنا حنطة، كل النسخ هكذا، كل عندكم حنطة ولا خبط؟ حنطة، أي نعم، ولكن الشرح سبحان الله جعلها خبط، فالظاهر هنا والله أعلم يحتاج إلى، انظروا جامع الأصول يكون ماذا ذكر جامع الأصول لابن الأثير، كذلك إذا كان تحفة الأشراف، نعم، لكن الشرح يدل على أنه هو الخبط أي الورق، نعم، ورق الساقط أو يخبط، الخبط يسمى يخبط لأنه هي ورق الخبط، نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر وحديث مامر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام ورخص بعض في الاحتكار في غير الطعام. قال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان أو السختيان ونحو ذلك، السختيان هو جلد الماعز إذا دبغ يسمى سختيان، سختياني كان مهنته الدباغة وكذا، جلد الماعز إذا دبغ يسمى سختيان. فيقول هذه الأشياء هي متوفرة للناس
وما يحتاجون ولا يعني يتضررون إذا كان أحد يحتكر لوقت من الأوقات يستفيد منه فجاز إن شاء الله. نعم. لكنه إذا كانوا محتاجين في وقت ما ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يحبس لزيادة الغلاء. نعم. قوله في الباب أن عمر وعلي قال أن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. هذا أخرجه ابن ماجه وفي إسناده يقول ابن حجر إسناده حسن. وعنه مرفوعا بلفظ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، يعني الجالب الذي يجلب الأرزاق للناس ويبيعه ولا يحتكر فهذا مرزوق، يعني ربنا يرزقه إن شاء الله يبارك في رزقه. السبب الذي لأجله يحتكر لا يحتاج إن شاء الله رزقه يأتيه رغدا. والمحتكر ملعون هذا أيضا ضعفوه، هذا إسناده ضعيف بلفظ ملعون. وعلي لما قفل حديثه يقول هنا قال لكنه ذكر الزيلي ذكر العراقي في المغني عن حمل الأسفار في تخريجه، مغني عن حمل الأسفار تخريج إيش؟ إحياء علوم الدين للغزالي، قال فيه أنه موضوع. وأبي أمامة مرفوعا من احتكر طعاما 40 يوما ثم تصدق به لم يكن له كفارة. وأخرجه رزين. وابن عمر مرفوعا من احتكر طعاما 40 ليلة فقد بري من الله ورسوله. كل هذه الأحاديث ألفاظها ضعيفة على كل حال بهذا اللفظ، لكنه أصح ما جاء في هذا لا يحتكر إلا الخاطئ، والاحتكار لا يسمى احتكارا إلا إذا كان الناس في حاجة ثم يحبس الأشياء عامة سواء كان من الطعام وغيره حتى يسير أغلى وأغلى. نعم. في العملات، إيش العملات؟ هل فيها احتكار يكون؟ من الممكن أن تكون تأخذ بعض يعني بعض العملات تكون أرخص في وقت من الأوقات فتجمع حتى إذا غلى تبيع، هذا إذا ليس لا يدخل فيه أجازوه. حتى استهل الشيخ من بعض أظن في هذه المسألة قال جاز لك أن تجمع تأخذها لوقت ما يغلى فتستفيد منه، بدل 1000 يصير 1500 أو 1200 وكذا. نعم. لو اشترى الذهب لكنه لابد أن يعطي زكاته. نعم. إذا ما حال عليه الحول. باب ما جاء في بيع المحفلات. الحفل بمعنى الجمع، حفل الكريم الذي يجمع أو محفل أو كذا. فهنا المحفل قال للدابة التي قد ربطت أخلافها وضروعها حتى ولا تحلب عدة أوقات حتى يظهر أنها حلوب، أنها حلوب حليبا كثيرا ليكثر ضروعها ليكبر ضروعها ويظهر أنها حلوب حليبا كثيرا. ويقولون ضرع حافل أيضا بمعنى إذا رأى إنسان أنه رأى ما شاء الله يعني ضرع كبير فيرغب في اشترائه، معناه أنه تحلب أو تعطي الحليب كثير. فهل يجوز أن يحبس اللبن ولا يحلب؟ لا يجوز للخداع، هكذا قالوا. إذا كان الغش وأريد بيعه لا يجوز، لكن إذا كان يريد لمصلحة بحيث لا تتأذى الدابة. الآن كانوا يقولون ما أدري هذه من طريقة العرب، كان إذا ظنوا أنه يأتي ضيف ففي الصباح لا يحلبون ويحلبون في المساء حتى يعم الضيوف، وهذا كان موجودا. لكنه لا يجوز التحفيل والتصرية إلا إلى وقت لا تتأذى الدابة، لأن عدم الحلب قد يؤذيها أيضا. ومثالك هذا إذا كانت أم أولادك يعني انحبس لبنها وما شرب، بالحقيقة تكاد تموت المرأة من الألم الشديد. فلذلك مثلها دواب الله كلها. نعم. مثل دابة بيتك. نعم. هي نعم. قال حدثنا حناد وهو السري ابن السري أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن سماك عن عكرمة، فيه بعض الاضطراب سماك ابن عكرمة لكن قد توبع وجاء بهذا المعنى حديث من ابن عباس من طريق آخر من غيره. سماك عن عكرمة قالوا في حديث اضطراب، وهذا من دقة أئمتنا رحمة الله عليهم
حينما يعني يصبرون أحاديث الراوي فيجدون أنه يخالف أصحابه فيجعلون أنه في حديث فلان يعني بالذات سبحان الله أحاديث فلان الشامين قوية وغير الشامين ضعيف، فمن ضعف في شيخ من ضعف في بلد من البلاد، هذه كلها باب كبير يدل على يعني جهد أئمتنا رحمة الله في الحديث بأنهم كيف فرقوا كلمة كلمة. فيه اضطراب لكن الرواية جاءت من طريق آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق. ما معنى لا تستقبلوا السوق؟ مضى بنا لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان في الطريق، تذهب وتشتري منه قبل أن يصل إلى السوق، وربما الإنسان يدلس عليه ويقول اليوم سوق رخيص وكذا وعاتنا وتتعب ولا يشتري ناس، فربما مسكين يعني يكون يفكر أنه يعطيه. ولذلك جاء في هذا السياق قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، فإذا أنت وحدك استفدت من سلعته، فإذا أنزل في السوق يستفيد منه عشرات الناس، أخذت كل الطماطم منه وبتبيع أغلى، لكن إذا نزل به يشتري منه عدة أشخاص دعوا الناس. فهنا قال لا تستوي ولا تحفلوا، هذا جاء في حديث آخر لا تصروا الإبل ولا الغنم، لا تصروا تصرية ربط أخلافها وعدم يربطون حتى لا يشرب منها ولدها أيضا يربطون أخلافها وضرعها ويحبسون فيها اللبن حتى يظهر، إذا كان يريد أن يبيع حتى يظهر أن ضرعها كبير معناه أنها تحلب كثير. فلا تحفر ولا ينفق بعضكم لبعض، لا ينفق بعضكم لبعض، هذا له حديث آخر وهو لا يكون سمسارا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون سمسارا، إذا يقول اليوم السوق غالي أو رخيص ضع عندي حتى أبيعه لك على مهل بسعر عالى، هذا أيضا لا يجوز. على هذا الحديث حسن لغيره. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وحديث لا ينفق بعضكم بعض يأتي بهذا المعنى أيضا، كذلك يأتي بمعنى النجش، نهى عن النجش، ما هو كذا يجتمع عدة أشخاص ولا يريدون الشراء، جاء الشاري فأمامه يرفعون السعر، وهذا أظن في سوق السيارات هذا ماشي الآن، ما ندري يجب أن يراقبوا هؤلاء، نعم لكنهم يفعلون نعم. فقال هنا نعم، فلا تلقر لا ينفق بعضكم. قال أبو عيسى في الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصرات الذي سري وحبس لبى ذروها يحلبها ولا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. نعم الحديث مضى بنا ولا ما مضى؟ أنه يأتي أنه من اشترى المصرات فهو بالخيار ثلاثة، مضى بنا أظن مضى بنا نعم، فإذا اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إما أن يبقيها وإما أن يردها وساعا من تمر. ومضى بنا أن بعض الطوائف بعض المذاهب قالوا لا يجوز الرجوع إرجاع والبيع تم والمفارقة حصل إلى آخره كل هذا، وقالوا الحديث من رواه أبو هريرة وليس بفقيه هناك قالوا، وقالوا أن الحديث يخالف القياس الجلي، إذا كان الرد فالرد رد اللبن مثله باللبن، لماذا يرد ساعة من تمر؟ كلام من هذا النوع. على كل حال عافاكم الله من هذه التأويلات. نعم. باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال حدثنا هناد ابن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية اسمه محمد بن خاسم أبو معاوية الضرير يروي عن العامش سليمان بن مهران عن شقي بن سلمة وهو أبو وائل الأسدي من التابعين الكبار مخضرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر، يعني كاذب يعرف أنه كاذب في هذا اليمين
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. نعم، لقي الله يوم القيامة ما منا إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ففي هذه الحالة يلقاه الله وهو عليه غضبان. فيه صفة الغضب لله تعالى التي تنكره على الأشاعرة وغيرهم. نعم، هو خطأ، فيليق غضب الله تعالى كما لله غضب كما يليق بجلاله عز وجل. فقال الأشعث بن قيس: في والله لقد كان ذلك، يعني من حلف على يمين هذا الحديث، كما يقولون شان نزول الآية في الحديث، يقولون شان ورود الحديث أو سبب الحديث. فقال الأشعث بن قيس: في والله لقد كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، أي أنكر ملكي، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ لأن البينة على المدعي. قلت: لا، واليمين على من أنكر. قلت: لا. فقال لليهود: احلف. فقلت: يا رسول الله، أشعث بن قيس يقول: قلت يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الدنيا ولهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم، الله أكبر، نعم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبو يمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حسين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء إذا اختلف البيعان، البيع هو المشتري والبيع هو نعم بايع، أو يقول هو كلاهما يأتي لهذا المعنى، لكن إذا قلت بايع بايع فقد يأتي تغليب، ما هو كذا مثل القمران والشمسان وكذا، أي يجوز أن يقول. فهنا البيع يأتي بمعنى المشتري والبيع يأتي بمعنى البايع، فيكون إذا اختلف البيعان فما الحكم؟ يختلف في أصل السلع، صفة السلع، إذا كان مثلا بيع سلم فاختلفوا فيه، كذلك في القيمة، هو قال أنا اتفقت عليه ب20 والمشتري يقول لا ب15، مثل هذا إذا اختلف البيعان ما حكمه؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن عجلان محمد عن عون ابن عبد الله، كلهم ثقات إلا أنه فيه انقطاع بين ابن مسعود وعون ابن عبد الله لم يسمع. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار. إذا قال أنا اشتريت منك هذا المال ب 15، البايع يقول أنا أعطيتك ب 20، فإذا اختلفوا فيقبل، إذا ما رضي البايع به على ما يقول المشتري فالقول القول البايع ويحبس السلعة، والمبتاع بالخيار إن كان يشتري على قول البائع أو يتركه. الحديث واضح جدا، إلا أن الحديث فيه ضعف، وقد جاء الحديث من طرق كثيرة، وراجعوا يعني نسب الراية للزيلي أيضا، كذلك التلخيص الحبير، والمتأخر منهم الشيخ الألباني، المتأخر يستفيد ممن سبق ويزيد ما فتح الله عليه، فقد فتح الله عليه طرقا كثيرة، حمرت الكتاب منه من الشيخ الألباني، فالحديث صحيح إن شاء الله، جاء من طرق كثيرة. نعم، فإذا الحكم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. ومن هنا يظهر أن الإمام أحمد رحمه الله كان متحريا وجامعا لمعرفة الصحيح. الإمام أحمد قال موافقا لهذا الحديث، ما أنه فيه كان الخلاف وطرق وكذا، لابد أن يكون مستوعبا رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وذا قال، انظروا ماذا قال: قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، مرسل ما سقط منه الصحابي وما قل ما رفعه التابعي، لكن هنا ليس رفعه التابعي، إنما التابعي يروي عن الصحابي،
إلا أن التابعي لم يسمع ولم يلقى ابن مسعود فصار منقطعا، مرسل بمعنى منقطع. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود، وممن سمع ربما يكون سمع من ضعيف كذا وكذا، فهذا سببا للضعف. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: بعض الأدوية فيها شيء من الكحول، هل يجوز إيش العلاج بها؟ العلاج بها هي في الحقيقة، أنا بعض المشايخ ناقشت معه كان يقول الشيء القليل الذي يعني خلط فيه لا يضر، جاز أن لحفظ هذا لحفظ الدواء جاز أن تأكل هذا الدواء. وشبه لي قال: العنب أو أي فواكه مثل هذه لو تركته يوم يومين يأتي فيه كحول نسبة كبيرة وجاز أكله. قلنا أنا ناقشته قلت: هذا مما خلق الله وذاك مما عالجته، ومعالجة الإنسان ممنوع، مما خلق الله تعالى يجوز، إذا تخلل الخل بنفسه صار، لكن تخليل لا يجوز، لكنه كان مصرا على هذا. وفيه فتوى لهيئة كبار العلماء أو في رابط العالم الإسلامي، وفيهم توقيع الشيخ بن باز وغيرهم، قالوا ما دام العلاج وفيه الكحول لحفظ الأدوية فجاز استعمالها. ونوصي المسلمين أن يستغنوا عن الكفار الذين يدخلون فيها الكحول، ويوجدوا مادة يحفظوا بها غير الكحول ويصنع. وهذا من قرار هيئة كبار العلماء، وكذلك هيئة كبار العلماء أو رابط العالم الإسلامي، وفي توقيع الشيخ بن باز وغيرهم من المشايخ أيضا. يعني ريثما لا يتيسر غيره فجاز استعماله. لكن أذكر أن شيخا لنا، شيخ صاحب مراعات المفاتيح عبيد الله الرحمن رحمه الله، جاء في المدينة والجامعة الإسلامية، جاءوا له بالأدوية وكذا، والشيخ بن باز كان مهتم به، فلما قرأ هو بنفسه باللغة الإنجليزية كان مكتوب كان فيه نسبة الكحول كذا، ما أكل أبدا، قال إن شاء الله ربنا يأتينا شفاء، ما أكل أبدا، ما كشرب. سمعنا لا شك أن فتوى غير والتقوى غير، هذا كان علمنا واحد من الشياب، قال فتوى غير والتقوى غير، فإذا كان الإنسان يتقي أفضل. سمعنا أن بعض الأدوية يوضع فيه دهن الخنزير، علما بأن هذا الذي يظهر إن شاء الله تركه، هذا لحم الخنزير أو دهن الخنزير يجب أن يكون، لأن الأدوية من قدر الله تعالى ليست هي وحدها، لا يوجد غيرها، يبحث عن غيرها. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سألت المرأة التي زوج ابنتها مات، فقالت: يا رسول الله إن ابنتي قد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله إنما خشينا على عينها. قال: لا، إنما كانت أو إن إحدى كنا كانت تجلس سنة كاملة إلى آخره، ما هو كذا، فلا تقدر أن تصبر. معناه النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمن رؤوف الرحيم، كانه يقول ليس هو العلاج الوحيد الكحل، فلتضع صبر أو تضع أي شيء. ولذلك في الحقيقة الخنزير وغيره هذا ينبغي أن يبحث شيء آخر إن شاء الله. وأيضا بحثوا في مسألة الأدوية للأولاد، يعملون من حليب الأتان، من حليب الأتان، فقالوا أنه أفيد ما يكون للمصابين بالحلق اللوز الذي صغار. فينبغي على كل حال ترك هذه الأشياء على قدر الإمكان، لكن الضرورات هي يقدرها الأطباء الضرورات تبه المحظورات. هل يجوز قتل السراسير في الحرم؟ أي موذ جاز قتله؟ خمس يقتلن في الحل والحرم، فيقاس عليه كل موذ، إذا كان أقرب، إذا كان حية، إن كان تركتك ربما تلدغ أحد من الأخوان. ولذلك أنا أذكر أنه ابن حزم كأنه صور، قال: ولو كان في المسجد الحرام وراء أقربة فليدسها به، وهي كانه يتصور أنه يصلي بناله، يدوس بناله ويصلي يستمر فيه، فيجوز قتله. بل قد يجيب، الله يبارك فيكم،
قصة الإسراء والمعراج. نعم. أيش؟ لا القطط لا تقتل، القطط هي إذا كانت تؤذي أو شيء والله أعلم، وإلا في الحقيقة هي من الطوافين عليكم والطوافات، لكن إذا كانت تؤذي مشكلة هذه لا شك فيها. هي ليس صيدا، الصيد الذي يوكل، والعرب يسمون الصيد ما يوكل. فالشافعي رحمه الله يقول: وإذا قتل مثلا حرة فلا ليس عليه فدية إلا مالك رحمه الله، أما إذا قتل أرنبا أو قتل حمامة أو كذا فعليه جزاهم مثل ما قتل. قصة الإسراء والمعراج، أن جبريل عندما سمع صريف الأقلام أصبح كالإيش؟ كالحلس البالي. والله يسأل صحيح أو ضعيف، إن شاء الله غدا نحاول، لا رب زدنا علما.